قرية قبيه واحدة من القرى الفلسطينية المحاذية للخط الأخضر وهي تبعد حوالي 28 كيلو متر غربي مدينة رام الله. قبيه كغيرها من القرى الحدودية الفلسطينية والتي تقع في الريف الفلسطيني تمتاز بجمال طبيعتها حيث ترتفع عن سطح البحر حوالي 220 متر. وبالتالي آه هذا يكسبها آه ويعطيها آه جو آه مناسب آه بحيث انه مختلف انواع الاشجار آه تزينها من اشجار الزيتون واللوزيات والحمضيات وقبيا آه هي قريبة تحيط بها مجموعة من القرى الفلسطينية الحدودية من أمثال قرية رونتيس و شقبة ونعلين وبدرس وكذلك مناطق الخط الأخضر التي تتمثل في بيت نبالة ودير طريف مع بداية الهجرة في سنة 1948 لجأت مجموعة كبيرة من السكان من سكان قرى 48 إلى قرية كبيا وهذا أثر عليها اقتصاديا وزاد من الضغط على القرية وأيضا كانت هناك بعض العمليات التي تتمثل كما يطلق عليها عملية التسلل وأيضا يعني من مناطق ال واربعين كمنطقة اللد والطيرة وغيرها وهذا الأمر أدى إلى تدبير مذبحة كبيرة لها من قبل المحتل الصهيوني فكانت هناك مجزرة قبية في 14 عشر 1953 قبية سميت بهذا الاسم وهي تسمية رومانية كان هناك لها اسم دبكلة وهي تعني مجمع الماء حيث أن هناك تشير بعض الروايات التاريخية أن قبية بنيت على مجموعة من العيون والآبار ولا زال هناك بعض الآثار الرومانية وفيما بعد آثار إسلامية من ضمنها بركة راس مرعي أما من الآثار الإسلامية ففي عندنا بعض المقامات وفي عندنا مسجد العمر الذي يعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك في عندنا مقامات للصالحين مثل مقام الشيخ حمدان عدد سكان القرية الآن حوالي سبعة آلاف نسمة كانت في السابق مساحة قرية كبية تزيد عن 16 ألف دنم ومعظم هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها سنة 48 وأيضا أضيف إليها كمية كبيرة أو مساحة كبيرة من الأراضي اقتطعت سنة 1967 وتلتها بعض المصادرات حتى سنة 1982 ولم يتبقى منها سوى حوالي 6000 دونم. ربما المخطط الهيكلي لا يزيد عن ألف دنم حاليا حيث يمنع السكان من البناء وهي مصنفة إلى مناطق ألف وباء وجيم وجيم هي مناطق لا يجوز أو لا يسمح الاحتلال بالبناء فيها أهم المزروعات التي تعتمد عليها القرية كما أسلفت كان يعني أو جل العمل الموجود عند المواطنين هو العمل داخل أو في الداخل المحتل لكن لا زال هناك بعض المزارعين يعتمدون على زراعة الزيتون واللوزيات والحمضيات وكذلك لدينا سهل يسمى مرج كبيا ويزرع فيه المواطنون أو المزارعون أنواع مختلفة من المزروعات مثل الخيار والفقوس والبامية وغيرها العلاقات طيبه للغايه بين ابناء القرية جميعها وكانت في السابق لا شك انه هناك بعض التركيز على العائليه لكنها سرعان ما اندثرت مع التقدم العلمي وزياده عدد السكان وزياده النسب بين ابناء القرية وبالتالي اصبحت العلاقه علاقه مميزه لا تشوبها اي شوائب ويظهر هذا جليا في مشاركه الناس بشكل عام سواء في الاطراح او الافراح او الاحتفالات المختلفه اربع مدارس في القريه مدرستين اساسيات ومدرستين ثانويات يعني بواقع ما شاء الله كل مدرسه فيها ما يقارب معدل 300 ل 400 طالب مدرستي انا فيها 420 طالبه من الصفوف خامس الى التوجيهي عندنا ذكور من الخامس الى التوجيهي وفي علمي طبعا في مدرسه الذكور صفوف علميه المدارس الأساسية للذكور مدرسة من أول إلى ثالث والأساسية البنات من الأول إلى الخامس الحمد لله رب العالمين مدرستنا إن شاء الله أنها تكون مميزة طالبات عنا يعني مؤهلات إن شاء الله أنهم يكونوا قيادات في المستقبل عنا هيئة تدريسية نفتخر بها والحمد لله رب العالمين نحصل على مراكز متقدمة في الثانوية العامة ننافس الحمد لله على مراكز من الاوائل على المحافظه نحصل على معدات 98 و97 سنويا والحمد لله نسبه النجاح عندنا في المدرسه من 85 و90 بتوصل بكل فخر والحمد لله رب العالمين بنشارك في مسابقات التربيه في يعني اغلب مشاركات التربيه بتكون اللي هي عن يعني الوزاره والمديريه من ناحيه الشعر المسرح وحققنا مراكز والحمد لله في هذا العام، نشارك في مسابقات تحدي القراءة، نشارك في مسابقات معارض التكنولوجيا، في انتاج الافلام العلمية وال يعني للمدارس، انتاج الطالبات طبعا نشارك كذلك في اولمبيادات الرياضيات والعلوم للصفوف التاسع والثامن وكثير من المواهب اللي بناتنا بتبدع فيهن غير الدبكة وغير التحصيل العلمي في بعض الاولمبيادات الحمد لله نحصل على مراكز متقدمه. يوجد في اغلب الصفوف عندي اجهزه ال سي دي اللي هي جهاز العرض، تستخدمها كل معلمات المدرسه تقريبا، كذلك تستخدم المعلمه اساليب جديده في في التدريس مثل التعلم المعكوس وهو عباره عن انه المعلمه تعرض مادتها في البيت عن طريق تواصل اجتماعي للطالبات بيعملوا جروب على الطالب انها تاتي ثاني يوم بس تحل نشاطات وتكون فعاله بالحصه فالمعلمه صارت تركز على انه الدور للطالب في الصف اكثر ما انه للمعلمه كذلك عندنا تفعيل المختبر الحاسوب قوي جدا مختبرات العلوم والتجارب يجب ان يكون عملي كذلك التواصل البيئه بين الاهالي والطالبات من خلال موقع يسمى البوابه الالكترونيه تواصل بين المعلمات والطالبات والاهالي فاغلب معلمات يستخدمن اساليب حديثه في التعليم لانه هذا صار ضروري يعني أنه ضروري للطالب إنه كل الطالبات موجود عندهم شبكة إنترنت في البيوت تقريبا قريه قبيا عدد سكانها في الوقت الحاضر 6500 وفي ضعفين لهم في الوقت في الشتات اذا كان في الاردن واغلبيتهم في الزرقاء في الجبل في عوجان في عمان في الخارج برضه في الخليج في امريكا في قسم بسيط كبية تقريبا من غرب رام تقريبا تبعد عن مدينه رام الله 35 كيلو بالحدود هذا مساحتها في الوقت الحاضر قبيا المساحه الاجماليه الاراضي لما تبقى منها بعد المصادرة من بعد الجدار خمسة آلاف أو أقل شوية خمسة آلاف دولار تقريبا بال يعني ضمن التصوير العام اللي بنصور فيه أو ضمن نأخذ القسم الأراضي أسلحة قرية هي طالب تقع في الوسط يعني نقول ليست بعيدة عن اللد والرملة فكنا قبل كانت تابعة إداريا وكل شيء لللد او للرمله بالاحرى خلينا نقول لد والرمله حتى عشر دقائق تكون في اللد في الرمله فكان لابد شاركوا اهل القريه في في الثورات السابقه بحيث انه القائد الله يرحمه حسن سلامه كان له مقر دائم في قريه كبيه فكان لهم دور فعال يعني مش ما سقط شهيد تقريبا عندنا ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب هذا سقط من القوة الانجليزيه خلينا نقول هذا اللي هو قبل 48 واربعين ما بعد 48 وصل عدد سكان بلدنا نتيجة الهجرات مدير طريق بيتنا الحديثة جمزو هذه المناطق بحدود ال 20 25 الف نسمة في هذه الفترة كان كثير من البلد يروحوا او خلينا نقول اخوان اللي طلعوا وجبروا الخروج لم يرجعوا يجيبوا اغراضهم فكثير كانت تصير حوادث هنا يتقابلوا الاداره الاسرائيليه يصير اشتباكات كان ينزل من اليهود في اشتباكات هذا استمرت كل من سبعة 48 حتى الخمسينات فقرروا إنه يعني هالبلد هذا اللي مغلبتنا ضروري نعمل لها شيء وعملوا لها شيء صحيح عملوا لها إن هي مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لو نقول إنه بالرقم الحسابات هنقول مش أقل من 15% في من أهل القرية توفوا السبعة وستين كان عندنا الجيش الأردني فان بس يا عمي ما بعرف الواحد مش مصدقين انه في شيء بدها تكون حرب في طنطنه بقولوا في حرب فيش حرب في حرب هسه في اللي حاربوا ضربوا على المدافع وكان سلاحهم خفيف ما في كان اسلحه ثقيله اللي يواجهوا الاسرائيليين حس قبل الانتفاضات حتى في الثوره الفلسطينيه المعاصره فكان اشتراك شباب قبية بصوره جليه فكثير من الشهداء وعشرات الشهداء انضم للثورة الفلسطينية المعاصرة واستشهدوا ونزلوا عمليات وفي السجون مؤبدات وكانوا يعني شاركوا مشاركه فعالة برضه كانوا في الجيش الأردني برضه اشتركوا في معارك 67 ضد الجيش الأردني برضه اشتركوا في معارك في منهم استشهدوا يعني مش بس كانوا بالجيش لا فعلا اشتراك فعلي وقاتلوا قتال بطولي واستشهدوا رحمهم الله كثير من الجنود أو من الشباب اللي هم اللي استشهدوا في الثورة الفلسطينية برضه انضموا انضموا عائلات بكامله وشباب بشيء كبير جدا جدا يعني واستشهدوا قسم كبير منهم في الاردن ولما الثوره خلصت خرجت من الاردن على لبنان برضه اشتركوا فيهم وظلوا ولحد الان مشتركين لحد الان اجت الانتفاضه الاولى 87 كان لهم الدور السباق لانه بلد تقريبا اكبر منطقه اكبر قريه في الغرب رام الله يعني فكان ما شاء الله عليهم جاب محمود حضرتك من أبناء كبيا نعم اللي عاش بالغربة مدة ثلاثين سنة نعم بدي شعورك لما رجعت على كبيا وعشت في كبيا أول ما دخلت هالبلد بعدها ثلاثين سنة شو الإشي الجديد اللي شفته في البلد كيف شعورك كيف إحساس المغترب وهو عائد لبلده دائما الغريب بيقولوا عنا إلى وزن وفي الوطن وطنه إلى وزن آخر آه يعني وزنه بكون غرام في خارج الوطن اما في وطنه الى وزن ثقيل لان مسقط الراس دائما عزيز وغالي وحلو كيف شعور الانسان لما رجعت على بلدك وشو اول شيء انت حبيت تروح تشوفه اللي حبيت اشوفه انا اللي الارض اللي العمار اللي راح بعد غيبتي الكيت الارض الوطن اعمر ما دركته شفت مثلا الزراعة اتغيرت العمار اتغير العلم العلم كان من رابع ابتدائي كان عندنا في الخمسينات معلم واحد في المدرسة اليوم في عندنا حوالي ثمانين مدرس في البلد شوفوا المقارنة من تاريخ نقول الخمسينات كان معلم واحد ومدرسة واحد لرابع ابتدائي اليوم حاليا في ثمانين مدرس وجملة مدارس وجامعات يعني يعني تقريبا اخرى شوي اثنين في عنا عيادي كمستشفى مصغر يعني لو في لفتة نظر مساعدة من الخارج بصبح للكرة المجاورة مستشفى مصغر على سبيل ان يكون في منطقة من الكرة صار عنده طارق يكون في العياده هاي بدال ما يطلع على رام الله 35 كيلو ابو محمود حكينا لما رجعت على الوطن كيف شفت الكبيه؟ بتقدر توصف لي كبيه سنه ال 65 وانت تاركها اخر نظره ارتسمت وظلت مرسومه بمخك، كيف كانت؟ البلد كانت عباره عن ربع العمار لما خرجت من البلد ربع العمار اللي كان موجود المدرسه اللي انتوا عرفنا دار البلد كانت خارج البلد كانت البلد عباره حول الجامع القديم هذا اللي وسط البلد يعني العدد ست الف بني ادم من كان في الخمسينات اليوم فوق سته الاف في سبعة الاف وخارج في سبعه حوالي اربعه عشر نسمه اربعه عشر الف آآ آآ تغيرت الـ 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 الايام اصبحت البلد آآ آآ مش بسيطه يعني كانت أعدادها في حول الالف اليوم حوالي ستة سبعة آلاف وانت بالغربة كيف كنت تتابع اخبار كبيا وين كنت تشعر بألم وين كنت تشعر بفرح كنت اشعر لما انا اكون غريب بظل اسمي في اي بلد عربي بس بشعر اني انا غريب اتحرك اللي بروح عندهم اللي بقول انهم غريب ما يعرفونيش ولا بعرفهم ولا بيعرفوني بشعر ان انا بكون نيال اللي لهم قريه اللي لهم بلد اللي لهم مدينه اللي لهم اهل عايشين باهل ايام كانت ايام العياده بنتجمع في قريه في احد البلدان ما ما بالعياد نتجمع ونصير نكون احنا بدنا نعيد على بعضنا احنا لو كنا في وطننا بنروح عند رب محمد عند رب محمود عند رب سعيد عند اخونا عند اختنا عند جند. يعني في إنا قرية بهي الامتداد اما لما نكون احنا انا آه لاجئ في احد البلدان العربيه ما بعرف الا المجموعه اللي حوالي بنشعر بنشعر من هذيك الايام ان احنا غرباء ما إيش حدا ابو صلاح بدنا لو سمحت تعطينا نبذه تعريفيه عن التعليم الكتاتيب في هذه القريه نعم تعليم الكتاتيب هو بدايته ما بقدر انا احددها ولا واحد حي بجوز لانه هذه استمراريه للعهد التركي عهد العثماني أما بتذكر أنا يعني بس بقيت جاهل ما تعلمت في الكتاب والكتاب كلمة يعني بحب أفيدها إنه اسم محل يعني محل ما كان الطالب يتعلم الكتابة والقراءة فسموه كتاب شايف كان في القرية شيوخ يقولوا الشيخ يعلم الطلاب القراءه والقران وشويه حساب ومله يعني صدقني خطوطهم انا اطلعت عليها على الوثائق وعلى السندات انها احسن من خطوطنا. امم بعرفش كانوا يركزوا على الكتابه والقراءه. طيب والشيخ هذا كيف كان ياخذ راتبه؟ الشيخ يا سيدي كان ياخذ راتبه من القريه أشياء عينيه مثل ما تقول قمح لما يجي البيدر صاحب القمح يقبل يتعلم هناك الولد يودي له يتفقوا مثل ما تقول ثلاث ساعات اربع ساعات صح له 10 ترطال قمح وكان يلم يعني شيء كويس ابو صلاح وانت تقريبا انتهى زمن الكتاتيب وتم بناء اول مدرسه في كبيه اه بقدر اقول لك يعني من ال 30 لل 36 انتهى من ال 30 لل 36 بحدد بقدرش اما عن سبيل التحليل الوقت والحدث والكذا لأنه بريطانيا أجت هان وطورت الحقيقة يعني التعليم فالكتاتيب نفس الكتاب اللي كان اللي يعلم نعم الشيخ في قسم منهم صار يعلم أحساب الحكومة أحساب دائرة المعارف البريطانية أو اسمها الفلسطينية بس تعرف تعب على الاستعمار البريطاني طيب في ذاك الوقت اللي كان يحب يكمل تعليمه وين كان يروح؟ كان يكمل تعليمه على بيت نبالة بيت نبالة صار فيها خامس وكان سادس لأن بلد أكبر منه وقريب على اللد وبتذكر يعني آخر فوج راح ومات منه ولد مسكين وحيد لأهله أشطر ولد يمكن في المنطقة اسمه سلمان وكل البلد واللي بيعرفوا قالوا يعني حزنوا عليه واحنا بكينا في الاول ابتداء ورحنا على جنازته هي في المقبره الكبليه طيب نرجع لموضوع البلد نفسها كيف تطور نعم. التعليم كانوا في البدايه أربعة للصف الرابع نعم كيف بلش التطوير اتطور آه، تطور التعليم بعد ما اجت الاردن بدك الدين صار كامل عندنا وسادس وقف شويه سنتين ثلاث الاعدادي اللي هو السابع بقى اسمه اول اعدادي صف السابع اساس اليوم كان اسمه اول اعدادي كان يروح على نعلي قريه في جنب نايف في الجنوب آه وكملو ثاني اعدادي وثالث اعدادي بعد الثالثة اعدادي يروحوا على رام كان في رام الله مدرستين ثانويتين اللي هي الهاشميه والثانويه لما اجى دوري انا سبحان الله ثاني اعدادي قرينا الاول اعدادي هذا والثاني اعدادي والثالث اعدادي بعدها عرم الله راسنا تطور التعليم فتحوا سنت ما بذكر ال 55 اول اعدادي مشينا فيه 56 مشينا ثالث اعدادي مشينا فيه بس الطلاب اللي سبقوني قعدوا ثلاث اربع سنين وروحوا على شو اسمه على آه. واكثر من اربع سنين قبية هي جزء من الوضع العام للريف الفلسطيني يعني ما هيش يعني مش كثير بتفرق الا خلينا نقول قرية قبية كقرية ذات مساحة خلينا نقول متميزة بالنسبة للقرى اللي حولها وكثافة السكان نسبيا اعلى من غيرها وعندها اتساع في المساحة بتفوق خلينا نقول القرى اللي حولها مما جعل من قبيه يعني ذات ذات مركزيه ومحو و وكانت خلينا نقول مجمع القرى اللي حولنا حسب اجدادنا وابتنا ما كانوا يحدثونا، الجميع كان يجي على كبيه كمركز. طبعا طبيعه الناس اللي كانوا يشتغلوا في ما كانش ما كانتش, من كانتش النشاط الاقتصادي بالصوره اللي احنا موجودين فيه حاليا يعني. تركيز الناس كان يعني شو الثمره اللي, اللي مركزين عليها لقمه عيشهم قمحاتهم تبناتهم قطين شغلات على المستوى اللي خلينا نقول كان في هذاك الوقت السلعه الاساسيه اللي بيحتاجوها مش كثير الناس مركزين على 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 شغلات مشاريع ذاتيه اللي تطور حالها اتجهت على شيء قلت انا في النهايه كطالب اقتصاد بدي ابني حالي ذاتيا المشاكل اللي كانت اليومية اللي بتواجهنا بعد المدينة بعد يعني ما كانش تجار بالصورة اللي اليوم بفروا خلينا نقول بيجوا بصلوا كل القرى النائية وبوفروا شو المحلات بدها هذه الشغلات ما كانتش موجودة كان في التسعينات يعني لما كنا نشتغل في هذاك الوقت كان في صعوبة في النقل في إيجاد البضائع في خلينا نقول الشغلات اليومية هي هذه كانت أكبر خلينا نقول أكبر عائق الخطة اللي أنا متبنيها وخلي كديش أنا عندي طموح حتى الأبناء إنهم يتابعوا شو أنا اللي ماشي عليه خلينا نقول فكرة محل يعني فاعل في قرية ما بكلش عن محل في المدينة ويعني فكرة إنك تشتغل في الريف مع خلينا نقول قديش صار في سكان وقديش في نشاط ما هيش فكره اه ما هيش فكره قليله يعني احنا في كبية اه في ميزه ان اذا انسان من البلد بيفتح مصلحه بكف الناس معه يعني انا شخصيا شخصيا يعني كان مستوى البيع عندي لا يقل عن البيع في المدن الناس بدعموك اذا انت صدقت معاهم وبعت باسعار معقوله يعني فكره انشاء حديقه للاطفال كانت هي فكره المجلس الكروي في قرية إيه وهم كانوا بحاجة لقطعة أرض بمساحة دنم بمساعدة إيه مؤسسة الرؤية العالمية فساهمت مؤسسة الرؤية العالمية بجزء بجزء من تغطية تكاليف هذه الحديقة وإحنا بإذن الله وعونه وتوفيقه قمنا بإنشاء ما تبقى من هذه الحديقة والله الوضع الاقتصادي سابقا كان للبلد إيه بمنتهى التعاسة بإذن الله وتوفيقه فكرنا في عمل مشاريع في البلد مشان يصير في حياة اقتصادية زي عمل مثلا مزارع حديقة البلد هذا بمساعدة المجلس والناس القائمين عليها قمنا بعمل محل مواد بناء والتيسير على الشباب مشان يقوموا بالبناء يعني على عن طريق الاقساط بالنسبه لفكره مساعده الشباب راينا بان في علينا واجب وحق لمساعده هؤلاء الشباب عن طريق انشاء محل مواد لمواد البناء وتمويل البيوت مشان هذا الشباب ما تتوجه لا للبنوك ولا للقروض الربوية في البنك فكرة إنشاء المزارع كانت في بالي والله دائما يعني لأني هاو هالشغلة مساحة البركسات الموجودة عندنا 2400 متر بيدخل فيها 34000 ألف طير استطعنا من خلالها توفير سبع فرص عمل لأبناء البلد من أهم المشاريع المستقبلية اللي حابب أنفذها وفي بالي يعني إن شاء الله بناء وحدات سكنية حديثة بشوارع كبيرة وواسعة إحنا موجودين في مصنع فايبر جلاس تأسس المصنع في سنة التسعين طبعا الوالد كان مؤسس المصنع بلشنا مبدئيا يعني في شغلات صغيرة انه في الشغل يعني محتاج صناعه الكوالب هي المهمه يعني ساعدت الوالد في الشغلات هاي انا يعني بلزمش مثلا اجيب حدا من برا يعمل الموديلات تمام احنا بنكون بصناعتها هالكيت عنا الفايبر جلاس بيكون عباره عن شعر من الياف زجاجيه تمام وعندك ماده البوليستر يعني بتحط الشعر بعدين بتحط عليه البوليستر اللي هو السائل طبعا في إلى منشفات تحط عليه بعد ما تفرد على الشعر بينشف بصير عندك ماده صلبه اللي هو عباره عن فايبر جلاس اهم المعوقات اللي يعني واجهتنا في تاسيس المصنع اللي هو صعوبه جيب مواد الخام لانها بحاجه تصريح والخطه المستقبليه للشغل ان شاء الله انه يعني راح نقدر نصدر البضاعة لخارج فلسطين والنفس يعني البضاعة مثلا الصينية وال والتركية إن شاء الله عندنا المصنع بيكون بإنتاج عدة أشياء عندك مكملات السيارات وعندك مكملات الباصات الحديثة غطاء مكيفات للباصات عندك كراسي المقاعدين نقدر نعملهم عندك ألعاب للأطفال وعندنا جديد اللي هو برك سباحة. بدهم يعملوا كوب للجامع فأبوي اقترح عليهم موضوع أنه نعملها في ب... فايبر جلاس تمام؟ ف... يعني تم الموافقة على الموضوع وبلشنا فيها يعني الوالد اللي هو عمل التصميم لها وجمعناها واشتغلنا دكتور محمد حضرتك من ابناء كبيا ولم تزر قبية حتى الان بدي تحكي لي قديش مدى عشقك لقبية وشو كان والدك يحكي لك قصص وحكايات عن بلدكم انا افتخر اني انا اكون احد ابناء قبيه وطبعا انا لما طلعنا من قبيه كان عمري سنتين فقط وبعد ذلك لم ازر قبيه نهائيا ولكن الوالدي وعمي وامي كثير كانوا يحكونا عن قبية وعن ذكرياتهم هناك فتأصل هذا الحب في قلوبنا أنت اليوم طبعاً عندك أطفال وعندك أولاد شو بتحكي لهم عن قبية لما بيسألوك عن هاي البلد على أساس أنه كمان تنقل هاي المحبة والعشق لاطفالك طبعاً إحنا لازم نضل نحكي لأولادنا وأبنائنا عن بلداتنا حتى نزرع فيهم حب الوطن وما ينسوا أرضهم طبعاً وأكثر الذكريات طبعاً اللي بحكي لهم إياها والأحاديث هي نقلاً عن أبوي وأمي وعمي دكتور بنحكي عن أبناء كبير المتواجدين في الأردن وخاصة جيل الشباب شو ممكن تقولنا عنهم؟ والله صراحة جيل الشباب جيل مشرف في طبعاً في الداخل وفي الخارج وأهم شيء أنه العلم كما يعلم الجميع أنه أحد أسباب النهضة والرقي بين الأمم وهذا الشيء طبعا أبناء قبية لم ينسوه وخاصة أجدادنا وأبائنا فهذا العلم متأصل فينا من, من زمان وانتقل إلنا طبعا وإحنا إن شاء الله سوف ننقله إلى أبنائنا ولذلك اليوم تجد من أبناء قبية معلمين مهندسين صيادلة محاسبين إداريين أطباء وتجد أساتذة جامعات وحمل الدكتوراه وهذا شيء مفتخر طبعا ولا يقتصر على جنس واحد وإنما من الجنسين طبعا البنات وشباب إيه دكتور شو رسالتك لشباب أبناء كبيا المتواجدين في الضفة والمتواجدين في الأردن حتى المتواجدين في باقي دول الغربة تحياتي طبعا لابناء قبيه اخواننا واخواتنا اللي موجودين في الداخل واتمنى اتمنى ان يكون ابناء قبيه على قدر من المسؤوليه لحمله الرساله المطلوبه منا ويتسلحوا بالعلم قدر المستطاع حتى نستطيع أن نتواصل في النضال حتى تحرير أرضنا ونرجع إلى بلدة قبية بإذن الله حج أبو ناجح بدنا إحنا وياك نتذكر أيام زمان وأيام قبية حياتك أيام المدرسة والدراسة كيف كانت؟ والله كنت أنا أدرس في البلد لغاية الصف الرابع وما عندناش إلا لصف الرابع رحنا عبيت نبالة درسنا فيها لغاية السادس وبعدين صارت النكبة قبية هي مساحتها 33 ألف دنم بكل هم 16 ونص طبعا ليش؟ لأنه قبل كانت 33 ألف دنم تصل لحد كولا بيت نبالة دير طريف الطيرة هذا حدود بلد كبية 33 ألف دنم أما لما صارت نكبة 48 صار عندنا 16.500 دنم فقط لغير فالناس يعني كانوا تعيش على الزراعة وعلى الحلال وكان عندنا يمكن بجوز أقل بيت في غنم في بقر في فكانت البلد تعيش على الزراعة وعلى الحلال حج أبو ناجح بدنا نعرف أنت كيف طلعت من كبيا وأي سنة طلعت من كبيا؟ طلعت في السبعة وستين أنا كنت في الجيش صحيح آه وكانت السبعة وستين النكسة وبتعرف جينا هنا وفي 68 وستين فتحت محل حلاكة أنا هان في في الزركة طبعا طيب وانت رجعت على كبية أول مرة زرت كبيا كبية والله أنا يعني مع الأسف ما يعني ما ما, ما رحتش يعني صراحة يعني من السبعة وستين لليوم ما زرتش كبية طيب هي في قلبي والله آه نعم نعم حاجة ناجح لو بدي إياك توصف لي آخر صورة مرسومة في قلبك لكبيا شو بتوصف لي والله بوصف انا مسجد قريتي والمدرسه وكل معالمها اللي كويسه اللي في قلبي آه. مساحه بيوتها قديش بتتوقع بقت بيوتها زمان وقديش تتوقع هسه صارت البلد والله انا على ما شفت وخبروني اللي بيجوا من هناك انها البلد ما شاء الله وصلت لبدرس لنعلين لشكبه يعني توسعت نعم توسعت البيوت وتوسعت الناس اما كانت حارات عندنا الحاره القبليه والحاره الشاميه حارات ولكن كلنا كنا يد واحده ليش؟ لانه كان لما واحد يتوفى كل العائلات صدق ان تيجي وين؟ على العزاء كل العائلات تعمل اكل لاهل الفقيد كل اهل كبيه يجتمعوا على العزاء، وفي أيام العرس كانوا يطبخوا في الدار العريس وكل واحد بتعرف ما كانش لا غزات ولا شيء، يجيبوا اللي يجيب حطب واللي يجيب تناجر واللي يجيب خبز واللي يجيب ذبايح واللي يجيب رز يجيبوا الاهل العريس يتعاونوا كلياتهم وين يودوا الطبيخ؟ على الساحة كل أهل البلد يكونوا في الساحة بعدين يتعشوا ويتغسلوا ويقعدوا ويجي العريس بين هالناس يقعد ويجوا اهل البلد كلياتهم انا في في زماني كل واحد ينقط على قدره استاذ علي بدنا تحكي لنا عن فتره تعليمك في كبيا قديش كانت التعليم في مشقه وتعب وين كنت تروح تدرس والله احنا يعني كنا ندرس في نفس مدرسه البلد وكانت مدرسه اعداديه للصف التاسع فيها او الثالث اعدادي كان من الاول الرابع في يعني في الجهه السفليه ومن الخامس حتى الثالث اعدادي او التاسع حاليا في المدرسه الفوقانيه فكان مدرستنا فيها للصف التاسع وكان معظم اهل بلدنا في نفس البلده حتى كان بعض القرى المجاوره مثل بدرس كان بعض الطلاب ياتوا يدرسوا في مدرسه بلدنا والله احنا عندما يعني قامت حرب 67 كنا في الصف الثالث اعدادي وبعد ان يعني تم الاحتلال بدات اهل البلد بالخروج نتيجه للخوف الذي كان يعني موجود في قلوب اهل بلدنا نتيجه للمجزره التي حدثت فعندما تم الاحتلال يعني معظم اهل البلد خافوا تعرف على الارض والعرض ف بلشوا بالرحيل فمن ضمنهم نحن ركبنا في كلاب محمد المسلوط وطلعنا للجسر ومن الجسر جينا على منطقة الزرقاء وطبعا بقينا في الزرقاء طبعا أنا بالنسبة لي ولا بقيت جميلة. كملنا تعليمنا في مدرسة الزرقاء الثانوية لأن إحنا كنا ثالث إعدادي الآن بدنا ننتقل على أول ثانوي وكملت التوجيه في الزرقاء الثانوية ثم بعد ذلك درست في معهد حوارة سنة السبعين ثم درست في بيروت خط البكالوريوس ثم اكملنا دبلوم عالي في الجامعه الاردنيه وقضيت معظم حياتي في التعليم ما شاء الله يعني اكيد مر عليك عدد من طلاب ابناء كبية في المدارس والله من فضل الله درست معظم اهالي قريه كبيا ومن يعني اشعر بالفخر عندما ارى الدكتور محمد الحلحولي الدكتور الشهير زي ما نقول النطاسي البارع وهو احد طلابي فاشعر بالفخر استاذ رجعت على كبيا شفت كبيا زرتها والله زرتها في ال74 بس كيلي شعور ابن كبية لما بيرجع كبية بعد سنوات طويلة وبكون فيها فترة بسيطة والله يعني يعني هي الوطن غالي فعندما تعود إلى وطنك يعني تشتم رائحة الأرض الطيبة تشتم وكأن روحك من جديد أعيدت إليك تشعر بالحياة كأنها دبت في عروقك فالوطن هو الحياة والله أنا طبعا يعني عشت فترة قصيرة في قبيه حوالي سنة درست فيها الصف الرابع الابتدائي وقبل هذه الفترة كنت في الزرقاء مع اهلي يعني رحلوا للزرقاء عشان ابوي كان خياط وتاجر ورحل لعمان وللزرقاء وعشنا هناك ولكن رحت انا درست سنة هناك وذكريات جميلة جدا عن قرية قبيه درست فيها الصف الرابع الابتدائي مع زملائي وحاليا انا ان شاء الله بيننا وبينهم دائما على تواصل ان ذكريات جميله في قريتنا قبية حيث كنا نذهب الى السهول والمرج والزبده والمناطق المختلفه من البلد شو انت بتحكي لاطفالك عن كبيه ولاولادك عن كبيه بالضبط زي ما قال الشاعر وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني اليه بالخلد نفسي يعني هذا احنا متاصل فينا حب البلد وحب الوطن وحب قبيا يعني هذا إحنا هنا صح في غربة ما بنشعر بالغربة ولكن بنشعر بغصة وحرقة من الفراق على قبيا والوطن والأرض لأن هذه طبعاً بنظل إحنا نذكر أولادنا فيهم ونحكي لهم عن ذكرياتنا وعن أيامنا وأيام الطفولة وحب الوطن بننمي فيهم هذا الحب عشان يستمروا في العطاء والانتماء لهذا البلد. شو أهم العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في قبيا؟ وكنتوا انتوا أطفال تنبسطوا فيها؟ والله كنا الأعراس، الأعراس يوم كانوا يعملوا يعني يحطوا العريس على فرس، وهاي كانت عادات يعني جميلة ما كنا عايشين فيها بالزرقاء وعمان كانت الفارده هون عباره عن سيارات وشيء ولكن في البلد تفاجانا انه ب... العريس بيطلع على فرس والرجال وال... بيعملوا في الحرجه اللي هي ساحه في البلد بيعملوا سامر ودبكه وكذا وشيء، هاي كانت عادات يعني ممتازه جدا ولا زالت منطبقه في مخيلتنا من ايام الطفوله.